مشاهدينا اهلا بيكم في تغطيه جديده ولايف جديد على موقع صدى البلد. وقعه غريبه وطريفه في نفس الوقت حصلت في مدينه طنطا. طبيب اتجوز 4 سيدات في خلال 10 سنين بس. يمكن لحد دلوقتي يبان الموضوع طبيعي، مفيش فيه مشكله، وناس كتير بتتجوز اكتر من واحده عادي. لكن المفاجاه ان الطبيب مش معرف ولا واحده من زوجاته لحد ما بقى عنده 12 طفل منهم، من غير ولا واحده فيهم تعرف حاجه عن الثانيه. الحقيقه انه عشان محدش فيهم يعرف كان دايما بيخفي عناوين زوجاته عشان يخفي زواجه منهم، لكن ده كان سبب في اصدار محكمه جنح الصنطة عقوبه للطبيب بالسجن 6 شهور وتعويض 5000 جنيه للزوجه وكفاله 1000 جنيه، وده لادلائه ببيانات خاطئه عن عنوان زوجته الاولى في وثائق زواجه الثالث والرابع. قام ايضا باخفاء الزواج بزوجاته الثلاثه الاخريات عن زوجته الاولى، وقال معلومات خاطئه ومغلوطه عن عناوينهم حتى لا يتم اعلانها بالزواج، ده بالنسبه للزوجه الاولى. قالت بقى زوجته التانية هناء واللي بتشتغل مدرسة ومقيمة بالبحيرة بدائرة مركز الصنطة بتقديم بلاغ ضد جوزها وطلبت تطبيق القانون عليه لإخفاء زواجه الثالث والرابع عنها وذكره معلومات خاطئة ومغلوطة عن عناوينها. من ناحية تانية كان كشف المستشار أسامة عمر محامي الزوجة في عريضة الدعوة عن أن الزوجة تزوجت الطبيب وهو أخصائي جراح عام 1999، أنجبت منه 5 أطفال وبعدها تزوج هو بأخرى في 2001 أنجب منها 6، أصبح أب ل 12 طفل، ده بعد مرور 23 سنة على زواجه منها، ده بجانب علمها إنه متزوج كمان من سيدة تالتة سر، وده عن طريق رسائل من الفيسبوك من شخص مجهول قال لها إن جوزها متجوز من واحدة تانية في السر. كان من ضمن الرسائل صور من قسيمة الجواز، وده الأمر اللي أنكره محمود الزوج تماما لما الزوجة واجهته. طبعا مع تكرار الرسائل قررت الزوجة الاستعلام عن حقيقة الصور اللي مبعوتة لها اللي تخص قسيمة الزواج الجديدة عن طريق الاستعلام الرسمي، وهنا كانت الصدمة اللي اتأكدت من خلالها مش انه القسيمة صحيحة وبس، لكن فوجئت ان جوزها الطبيب المشهور متجوز من 2 تانيين في السر، واحدة في 2017 والتانية في 2020. علق الدكتور احمد عبد الشافي عضو مجلس نقابة اطباء مصر على الواقعة على احد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر، وقال لو ممكن اسم وعنوان الدكتور ده على الخاص عشان نكرمه في النقابة ونستفيد من خبراته في عمل محاضرات له للسادة الأطباء للاستفادة وتنمية مهاراتهم، وممكن نعمل له كمان فيلم تسجيلي يحكي لنا عن حكايته. طبعا علق كتير وعدد كبير من رواد السوشيال ميديا على الموضوع، وكان طبعا معظمها ساخر للغاية. في الحقيقة هي واقعة طريفة جدا جدا، الله يكون في عون الزوج اللي خلاص مصر كلها عرفت بشأن زواجه. دي كانت كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، بفكركم ان المزيد من المعلومات زوروا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.